من كام يوم أعلنت شركة عقارات مصرية مدرجة في البورصة إن هي تطرح وحدتها بنظام الملكية الجزئية، واللي بيسمح إنك تمتلك في الوحدة بحد أدنى 4 أمتار أو مضاعفاتها. وده خلانا كلنا نسأل إيه هو النظام ده، وهل ده معناه إننا نتشارك مع حد غريب في بيت واحد؟ وعشان كده أول حاجة هتيجي ببالنا فيلم غريب في بيت. الحقيقة إن نظام الملكية الجزئية أو الفراكشنال أونرشيب مش نظام جديد ولا حاجة، وكان دارج جدا في مصر إنك تشوفه في فترة الثمانينات والتسعينات، وأغلب الوقت شكل المشاركة ده بيبقى على أماكن سكنية مش أماكن تجارية. النظام ده اسمه بيحكي عنه، أو زي ما الإنجليز بيقولوا The name says it all، وهو نظام بيهدف إنك تكون مالك بين عدد من الملاك لأصل عقاري ومش المالك الوحيد، وبيسمح لك إنك تمتلك حصة أو نصيب في أصول اللي غالبيتها بتكون يا إما أصول تجارية زي مول أو فندق، يا إما أصول صناعية مع حق استخدامك للأصل ده في الوقت اللي تحدده. نفس فكرة التايم شير، بس بدل ما كنت بتدفع مقابل حق استخدامك للأصل ده انت كمان معاك ملكية فيه، ودي الحتة الزيادة. الملكية دي بتبقى متوزعة بحسب نصيب كل مالك في الأصل ده، ومن غير تمييز بين أي من الملاك، واللي بيبقى عددهم عادة بين 4 أو 8 أو مضاعفاتها، وكل ما حجم الأصل كان كبير وسعره عالي كل ما عدد الملاك زاد. كمان النوع ده من الاستثمار بيجيب لك معاه عائد أو دخل دوري من الإيجار. مش بس كده، مع الوقت كل ما قيمة الأصل ده زادت كل ما ده زود من قيمة استثمارك انت كمان. ولأن أغلب الاستثمارات دي بتبقى في أصول فاخرة، فمن عيوب النوع ده من الاستثمار إنه مع الوقت بتظهر أصول تانية فيها أوبشنز أو فيها خصائص أكتر بتشد الناس ليها، زي مثلاً إن هي تكون في موقع مميز أكتر أو مستوى شركة الإدارة فيها أحسن. خلي عينك دايماً على حاجتين: عدد السنين اللي انت عايز تدخل فيه النوع ده من الاستثمار، ونجاح شركة الإدارة في الصيانة والتسويق المستمر للأصل ده. طب ايه اللي بيخلي النظام ده يرجع تاني ويظهر؟ بعض الدول فيها أماكن جذب عالي للسياحة لأن مفيش زيها في أي حتة تانية، وأحياناً الطلب بيزيد على المساحات المكتبية أو التجارية لما الاستثمارات المباشرة بتزيد في الدولة دي. فبتبتدي شركات الاستثمار العقاري تحط عينيها على أكتر من مكان وتعمل أبحاث ودراسات بحيث تقرر إيه أفضل مشروع يدر أعلى عائد في الأماكن دي، وبعدين تطرح فكرة المشاركة فيه للجمهور عن طريق شركة أو منصة استثمار عقاري. وده زي اللي عملته شركة World of Wonders لما طرحت فكرة الملكية الجزئية على فندق SLS في دبي. طب السؤال الأهم، يناسب مين النظام ده؟ أول حاجة بيناسب الناس اللي بتدور على عائد دوري ثابت أو شبه ثابت، واللي نفسهم إن العائد ده يبقى أعلى شوية من الشهادات البنكية الحكومية. بيناسب برضو الناس اللي معاهم مبلغ معين من الفلوس هو كبير بالنسبة لهم، بس للأسف هو قليل إن هو يشتري الأصل اللي نفسهم يستثمروا فيه. بيناسب برضو المستثمر اللي عايز يكون عنده محفظة استثمار عقاري بتتكون من ملكية ولو صغيرة في أكتر من أصل عقاري مميز حوالين العالم، أو اللي بنسميهم في Prime Locations. يعني ممكن يكون عندك ملكية في فندق في سيتل في أمريكا، أو مزرعة في توسكاني في إيطاليا، أو يخت في سانتا لوتشيا في الكاريبي. وأكيد النوع ده من الاستثمار بيناسب برضو المستثمر الذكي أو اللماح واللي متابعنا دايماً، لأننا قلنا قبل كده إنه الأفضل ما تحطش فلوسك في عقارات فيها بطء في التداول عليها زي الوحدات السكنية، وإن الأحسن إنك تحطها في عقار بيدر ربح دوري. هو المستثمر الذكي اللي هيسأل طب ليه ما حطش فلوسي في صندوق استثمارات عقارية بما إن كده كده هاخد ملكية أو سهم في أصل عقاري. رغم إن نظام الملكية الجزئية ده قريب جدا من نظام الاستثمار في الصناديق العقارية واللي سميناها قبل كده Real Estate Investment Trust، إلا إن الفروقات البسيطة بينهم بتختلف جدا أو بتفرق جدا مع المستثمرين. زي إنك مثلا تحت صندوق الاستثمار العقاري مش أنت اللي بتختار العقار، ولكن شركة الإدارة هي اللي بتختاره لك، لأنها هي اللي بتقرر المشاريع اللي الصندوق بيدخل فيها،
فانت لو حاطت عينك على اصل معين وعايز تستثمر فيه ما عندكش حرية القرار. فلو انت محتار تستثمر في انهي اصل من الاصول او مش قادر تقرر وكانت دي اول مرة تدخل في العقارات، فنصيحة خليك في صندوق الاستثمار العقاري اضمن لك. واخيرا عايزين نقول ان النظام ده بيقول لنا ان مش دايما الابتكار بيجي من الافكار الجديدة، بس ممكن تجيب فكرة اتنفذت قبل كده وتغير طريقة تطبيقها عشان تناسب ظروف الناس واحتياجاتهم وظروف الوقت اللي بتطرح فيه. وزي كل مرة اعملوا لنا لايك وشير وفولو، وتابعونا دايما على Financial Freedom Today.